وجود أشهر حاملي الأرقام القياسية في مصر رسالة لنشر ثقافة التحدي والتنافسية وتحطيم الأرقام القياسية بين المصريين، حيث حضر المؤتمر الصحفي عدد من حاملي الأرقام القياسية. في نماذج كتير جدا قدرت تدخل موسوعة الجنس، تمام، لكن طبعا أنا أتمنى من الجهات المسؤولة زي وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة إن هي برضه تحاول تساعد الشباب ديت، لأن أحيانا بيكون الشاب عنده القدرة الجسدية لكن ما عندوش اللي يوجهه. هدف آخر لزيارة حاملي الأرقام القياسية إلى مصر هو الترويج السياحي للمناطق الأثرية والمعالم السياحية التي تتميز بها مصر وتعد من أشهر وأهم المعالم في العالم. زيارة حاملي الأرقام القياسية بموسوعة جينيس إلى مصر ضمن جولة تشمل 50 دولة حول العالم تعكس حقيقة الاستقرار الداخلي في البلاد وتلفت أنظار العالم إلى مصر شعبا وحضارة. السلام عليكم. طبعا يا جماعه النهارده انا سعيد جدا. اوكي، مين كلمني بقى النهارده؟ موسوعه جينيس كلمتني النهارده وهي جابر في مؤتمر صحفي معمول عشان تحطيم الارقام القياسيه، محطمين الارقام القياسيه. فطبعا الحمد لله سعيد جدا جدا ان هم اختاروني ان انا اشارك في المؤتمر ده. سلمونا كده حاجه في الاخر. الحمد لله رب العالمين يا جماعه، فانا لابسها حاجه بتتحقق. وفي حد هنا اسمه الاستاذ احمد، طبعا ما شاء الله عليه، هو اللي ماسك مكتب موسوعه جينيس هنا في مصر طبعا. وطبعا خلصنا من المؤتمر، كان في صحافه وقنوات التلفزيون الكبيره كلها موجوده والحمد لله في المؤتمر. عرفت ان انا طبعا ايه اتكلم. اوكي، طبعا زي ما احنا هنا شايفين شعار موسوعه جينيس في كل مكان. كان النهارده شايف المؤتمر ده عن اطول واكثر رجل في العالم. طبعا دي البنوته دي كانت موجوده النهارده في المؤتمر، اسمها جوجي، اسمها جوتي. اوكي، ديت طبعا النهارده كانت في المؤتمر من الهند، هي اقصر سيده في العالم، تمام، كانت موجوده. طبعا كنت عاوز اتصور معاها سيلفي بس ما لحقتش اول ما خلص المؤتمر، ما حدش لحق، خدوه على طول على الفندق. وهنا طبعا مايكل جاكسون يا جماعه، اهو اوكي، اهو طبعا مايكل جاكسون مسجل اهو سيرتيفيكيت ذا موست سكسسفول انترتينر اوف اول تايم از مايكل جاكسون يو اس اي. طبعا هنا اللي هو اكتر مبيعات في العالم الالبوم بتاعه، وسلطان اهو اطول رجل في العالم، اطول رجل في العالم يا جماعه هو كان موجود طبعا النهارده. ايه المؤتمر الصحفي، بص الصوره ديت. طبعا ده اكبر بق في العالم، انتوا متخيلين يا جماعه؟ بحر ما شاء الله. ايه يا عم انت، ايه انت، ايه يا عم انت، انت ايه، انت ايه يا بابا؟ ما شاء الله يا جماعه، تمام. ايه ده، انا هاكل ايدي زي ما انتم شايفين. اوكي، استنى طبعا. طب هنا 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 كده بس جوه زحمه مش هتعرف. طبعا احنا هنا في الفندق والسويت، لو طبعا حاجات غريبه يا جماعه، صور جينيس كلها حاجات غريبه كده. بصوا الراجل ده بيعمل ايه، بصوا الولد. جابر كحلاوي، جابر معروف بجابر النسر، بمارس مكسب مارشال ارتس فنون قتاليه مختلطه وانباز عام وباركور وفتنس. عندي 26 سنه، خريج كليه حقوق 2015 جامعه القاهره. ابتديت اللعبه، تمام، ابتديت المجال ده عموما وانا عندي 16 سنه. كنت في البدايه طبعا بمارس كره القدم زي كل الشباب، لكن مجال الفنون القتاليه المختلطه والجمباز غير حياتي 180 درجه. مع هنا طبعا لما اتمرنت كتير حصلت على بطولات محليه كتير جدا، و
عملت قناه على اليوتيوب حاليا بعلم فيها الشباب، وطبعا حطمت اكتر من رقم قياسي في موسوعه جينيس. في رقم سجلته في حركة، يعني في رقم سجلته في حركه اسمها الكارتويل، عملت 67 لفه جانبيه في دقيقه، واللاعب الهندي طبعا كان عامل 63. وحاليا انا مؤهل لتحطيم اربع ارقام قياسيه في العالم، تمام؟ رقم لاعب امريكا ايرلندا، رقم لاعب من امريكا الجنوبيه، رقم لاعب من الصين. وحاليا طبعا دلوقتي انا تناسقت مع مكتب موسوعه جينيس لتحطيم الارقام ان شاء الله. لكن انا عندي هدف اسمى من ده كله، ان انا اغير حياه الشباب للافضل، وفعلا الحمد لله نجحت في ده. حاليا عندي قناه على اليوتيوب عندي اكتر من حوالي 50 مليون مشاهده، بعلم الناس الشباب الرياضه، الدفاع عن النفس، اللياقه البدنيه. وفعلا في شباب كتير جات لي شخصيا بطلت المخدرات وبطلت التدخين بسبب بس الفيديوهات. فانا عندي هدف عام اكتر من الهدف الخاص. الهدف العام ان انا اغير فكر الشباب، ان انا احاول انجح واحقق انجازات كتير عشان الشباب تقلدني. وفعلا انا طبعا مدرب عندي تلاميذ كتير جدا، فالتلميذ لما بيشوف كابتنه او قدوته بيحقق انجازات كتير بيحاول ان هو يقلده ويعمل زيه، وده فعلا ان انا ماشي فيه حاليا. وبرده حاليا بدرس تمثيل عشان عندي طموح ان احنا نغير مفهوم الاكشن في مصر. ما عندناش يعتبر اكشن في مصر، الاكشن في فنيات. نفسنا ان شاء الله نعمل اكشن زي ما بنشوف بره، بروس لي، جاكي شان، سكوت ادي، كانز، النجوم العالميه المعروفه. فده ان شاء الله احنا شغالين عليه. وبالنسبه لي مجالي مجرد رساله زي الدين بالظبط، مش مجرد هوايه كده وخلاص او السلام زي ما بيقولوا المصريين.